أهلا بالجميع معنا في أول فيديو تعليمي للقناة، حيث سأحاول في كل مرة شرح عملية أو خدمة معينة. وكأول درس لي سأحاول اليوم شرح طريقة تغيير اللغة على موقع الفيسبوك، وهذا لكثرة الطلبات عليها، حيث يمكنكم في أي وقت إرسال اقتراحاتكم عبر الإيميل الموجود أسفل الشاشة. لنبدأ. أولا نفتح المتصفح الإنترنت، حيث يمكنكم استخدام جوجل، فايرفوكس، أوبرا وغيرها من المتصفحات. ندخل بصورة عادية اسم المستخدم والرقم السري للفيسبوك. نفترض أن لغة الموقع حاليا هي اللغة الفرنسية، وأنا أريد تغيير اللغة العربية. أذهب أسفل الشاشة حتى تظهر لنا قائمة اللغات من هنا كما نلاحظ، كما هو مكتوب فرنسي. أضغط عليها تظهر قائمة للغات، أختار اللغة التي تعجبني. في هذه الحالة سأختار اللغة العربية. بسهولة لقد تغير الفيسبوك إلى اللغة العربية. هنيئا لكم.